السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع سمارت درو فيه حاجات كتيرة جاهزة زي ما انت شايف. تمبليت تقدر تعمل ده منه فلوت شارت او نتورك دياجرام او اورجانيزيشن شارت. خلينا نشوف الفلور بلان، ممكن تعمل له كاستم او تبدأ بشكل من الاشكال الكتيرة اللي موجودة هنا. هو بيديك ادوات كتيرة تقدر تبني من خلالها، مجرد تسحب وتحط وتقدر تعدل بسهولة زي ما انت عايز. وتقدر حتى تتحكم في حجم الباب وتصغر وتكبر وتنقله لتاني الباب زي ما انت عايز من المقابض بتاعته. وتقدر تتحكم في الزاوية بتاعته لو انت عايز تغير الزاوية بتاعته، وممكن تاخد اي شكل وتوصل بيه بالشكل دوت اهو. بتعمل مخطط كامل للشقة بتاعتك، ولما تخلص ممكن تعمل له اكسبورت كفيزيو او بي دي اف او اس بي جي او بي ان جي او جي بي جي. فتقدر تعمل تصميم ممتاز بسهولة. هو مدي كل الادوات اللي انت ممكن تحتاجها، ممكن حتى تغير اللون دوت في اللي دوت وهكذا. اللاين نفسه تقدر تغير فيه، تقدر تشوف افكت كتير لو انت عايز تعمل مثلا حاجة بالشكل دوت. فهو برنامج سهل ولذيذ وتقدر تعمل بيه تصميمات سريعة.